مني يعقوب؟ جبت لها الدواء؟ ما كفاني كل المصاري اللي معي، ما قدرت جيبه، ما قدرت جيب لها دواء يريحها. عليها العافية. شكرا. فيني ساعدك بشي؟ قلك زو شكرا. أنا كان بدي جمع لك مصاري بس الكل معترين، ما حدا بيقدر يساعد بأي شيء. المبلغ اللي بدك إياه أنت فيك تطلبه من شخص واحد. مين؟ اللي مين؟ أبوك الأغا. مستحيل هالشي، مستحيل، ما راح ساعده. لا، البنت عم بتموت، ما في بقلبك رحمة أبدا؟ ما زهلت على ابنك ولا على البنت؟ ما في عندك ضمير بنوب؟ بس هذا مو ابني. على القليلة كنت بعت له شوية مصاري لأنه هن بحاجة مبلغ ليتجاوزوا هالمحنة. وشو دخلني؟ شو علاقتي؟ أخذ رأيي لما تزوج؟ خليه يقلع شوكه بإيده، نحن ما دخلنا لنشوف كيف رح يأمن تكاليف العلاج. استني، لسه ما شاف شي. مشان الله يا أغا لا تقسي قلبك عليه، هذا بضل ابنك، ما منخسر شي إذا ساعدناه شوي. مو بهالطريقة، بس ينحني قدامي ويترجاني ويزل حاله ساعتها فكر ساعده، غير هيك لا، لازم يتربى. بيعمل اللي بدي إياه ومثل ما بقله بالحرف الواحد، هذا آخر كلام عندي. ما عندك حل تاني يا يعقوب؟ مستحيل، أبي ما رح يقبل يساعدني، ما رح أعمل هيك. مجبور تعمل هيك كرمال فاطمة مو كرمالك. إذا اضطريت ترجاه عادي ابني، ترجاه وبوس إيده مشان فاطمة كله بيهون. مو حرام تتعذب هالبنت؟ رح تموت. قبلان كون خادم عند أبي كرمال فاطمة إيه؟ وعيش مثل الزليل وقضي كل يوم مثل العبد عنده. إيه؟ روح، شو ناطر لهلأ؟ لأن أبي ما بيحبها ولهيك مستحيل يساعدنا، وإذا ساعدنا رح يطلب شي كبير والثمن رح يكون غالي. فاطمة حبيبتي، شربي مي. يعقوب، وين يعقوب؟ ما اجى لهلا. هلا بيجي، راح ليجيب الدواء. عم يتوجع عمتي، مهدود حالي. بس تاخدي الدواء وقتها رح تتحسني بسرعه، لازم تحملي شوي. عمتي لما يعقوب يسالك عن حالتي قلي له انه انا منيحه، ماشي عمتي؟ وعديني تقلي له لا تخبري عن حالتي، ما بدي يتحمل فوق طاقته، ما بدي يعرف شي. ايه عمتي، وعديني بهالشي. عمتي وعديني. بوعدك، ماشي مثل ما بدك.
شكرا. يا رب وقف معي بهالمحنة. يعقوب، رجيت حبيبي. فاطمة يا روحي. عمتي خبريني كيفها؟ منيحة، صارت حالتها أحسن. الحمد لله ريحتيني. جبت لها الدواء ولا لسه يا يعقوب؟ عمتي روحي جيبي أي شيء يساعدني. عم تتوجعي يا روحي؟ لا يعقوب، ما عم يوجعني شيء، طلع فيني. الدكتور قال لي تحسنتي. بعد لا تقرب علي، بعد. إذا بدك تموتي فأنا كمان رح موت معك، منموت سوا. بعد عني لا تقرب. خلاص، ليش هيك عملت بحالك؟ يلا اطلع من هون بسرعة، لا تلمسني أبدا. عمتي عمتي لو سمحتي طلعي من هون، روح اطلع من هون، طلعي، لا تخليه يفوت لهون. بس اهدي يا روحي، خدي بترجاكي ارتاحي. الدواء الدواء، بدي الدواء. قلي شو صار معك؟ ما كفوا المصاري لتجيب الدواء؟ يا حسرتي عم بتموت قدامنا وما فينا نعمل لها شيء. قديش هالدنيا قاسية يا ابني، قديش. يعقوب يعقوب. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.